مصر حققت إنجاز تاريخي في مكافحة فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، وده خلاها بتنال إشادات عالمية من منظمة الصحة العالمية ووسائل الإعلام الدولية، عشان تبقى مصر الدولة الأولى في العالم اللي بتصل إلى المستوى الذهبي في القضاء على هذا الفيروس. حققت مبادرة 100 مليون صحة التي ساهمت في القضاء على فيروس سي في مصر إشادات عالمية واسعة، أبرزها من منظمة الصحة العالمية. وقد أثنى المؤتمر الثاني للصحة والسكان على الجهود المصرية في مكافحة فيروس سي، مؤكدين أن مصر أصبحت الدولة الأولى في العالم التي تصل إلى المستوى الذهبي في مسار القضاء على هذا الفيروس، واصفينه بالإنجاز الرائع. وأكد الدكتور تيدورس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن مسيرة مصر في التحول من دولة ذات أحد أعلى معدلات الإصابة بفيروس سي إلى دولة نجحت في القضاء على المرض في أقل من 10 سنوات تعد تجربة استثنائية. كما أشار إلى أن مصر قدمت للعالم نموذجاً يحتذى به في استخدام الأدوات الحديثة والالتزام السياسي لإنقاذ الأرواح والوقاية من العدوى. Egypt has tested more than 60 million people regardless of whether they are citizens or refugees, linking those who test positive to treatment free of charge. The campaign of his presidency called 100 million صحة. هذا النجاح المصري يبعث الأمل في إمكانية القضاء على فيروس سي عالمياً. ولم تقتصر الإشادات على منظمة الصحة العالمية فقط، بل امتدت إلى وسائل إعلام دولية كصحيفة تيليغراف البريطانية التي وصفت إنجاز مصر في القضاء على فيروس سي خلال عقد بأنه مذهل، ودعت إلى تبني النموذج المصري في دول أخرى. كما أشادت مجلة فوربس الأمريكية بتفوق مصر على دول كبرى في هذا المجال، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت مصر كدولة خالية من فيروس سي، رغم أن دولاً أخرى لا تزال تعاني من نفس العبء رغم امتلاكها للموارد. وقد عزز هذا النجاح المصري التدابير الوقائية التي تم اتخاذها للحد من الأمراض الكبدية، بما في ذلك مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الكبد التي أطلقت في مارس 2022 لتكون جزءاً من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. وقد تم بناء نظام قوي للكشف المبكر عن سرطان الكبد والحد من الوفيات المرتبطة به، مما يعزز استدامة واستمرارية برامج مكافحة الفيروسات والوقاية منها. وتستمر مصر في تطوير برامجها العلاجية وتحديثها بما يتماشى مع أحدث التطورات العلمية، لتظل نموذجاً يحتذى به عالمياً في القضاء على الأمراض الكبدية.